الآن مسألة الدعاء الوطنية الوطنية ولكن بالدعوة فقط، يعني هل ما هو المعيار الحقيقي للوطنية الآن في نفوس الناس؟ معايير الوطنية أن كل إنسان، هي الناس اللي يدعون الوطنية يدعونها من أجل أن يتحصل على مكاسب، هو هذا الهدف. يعني ربما إنسان كان غارق إلى أذنيه في الفساد وفي سرقة الأموال وفي الكذب وفي النفاق وفي يعني ملاحقة الناس وكتابة تقارير عنهم، وعندما تغير الحال قلب وجهه ولبس لبوسا آخر وصار يتلبس الوطنية وأنه من الثوار وأنه كذا. هذه الأشياء كلها يعني لابد أن نتخذ فيها عمل منهجي صحيح يوصلنا للحقيقة. كل إنسان يريد أن يمكن من عمل، ومع عمل يكون هو قيادة ولا مسؤولية، حتى لو كان مدير مدرسة لابد أن يكون هذا من خلال عمل ممنهج، من خلال ملفاته وتقارير السرية والسؤال عليه، ومن خلال الناس الذين يعرفونه وأهل منطقته. لأن عندما نتبع هذا العمل الممنهج نستطيع كل شخص أن نضعه في مكانه، لا ينطلي عليه الأمر. أما إغفال هذا الأمر فإنه ربما يؤدي بنا إلى أن الناس الذين كانوا في السابق من حواش النظام يرجعون بنفس الطريقة إلى أماكنهم، أو ربما أكثر من ذلك بالمتاجرة بالشعارات الثورة، وبهذه الصورة بعد ذلك نكون قد استرجعنا النظام كما هو. غاية ما فيه هو تخلصنا من عائلة القذافي، والنظام رجع كما كان، ويرجع الفساد ويرجع الظلم ويرجع سرقة الأموال وفساد الدماء، وهذا الذي لا يمكن أن يقبله الشعب الليبي بعد هذه التضحيات. هناك